اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء او كل المزمور الاخير المزمور 150 في طبعه الكتاب المقدس. في المزمور 150 بيقول الليلويا سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت السور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوج التصويت، سبحوه بصنوج الهتاف، كل نسمة فلتسبح الرب الليلويا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. أولا بنشكر هذا العرض الجميل. طبعا كلكم فاهمين كل حاجة اتقالت، عشان كده كنتوا بتسقفوا. ما أنا برضو كنت بسقف وياكم يعني. احنا بنشكر الدكتور اشرف صادق، وبنشكر هذا الفريق الموسيقي المتميز وهم بيقدموا. طبعا زي ما انتم عارفين ان كل مكان في العالم له الموسيقى بتاعته، فدي موسيقى غربية لكنها موسيقى دينية وموسيقى كنسية، يمكن مختلفة طبعا في طبيعتها عن الموسيقى الشرقية والكنسية في كنيستنا، لكن لها نفس المعاني الجميلة زي ما شرحها الدكتور أشرف. ودول اللي موجودين كان فيهم أعضاء في الفريق وفيهم من الكنائس الغربية الفرنسية، وده نوع من التشارك الجميل، وبيقدموا الأداء الموسيقي الرفيع. وبنشكر مايسترو أو قائد الفريق كبريانو الصادق على قيادته في الفترة القصيرة دي. طبعا الفريق عنده حاجات كتيرة، لكن احنا اخترنا عشان الوقت جزء في حدود 30 دقيقة علشان يقدر نشوفه بيعرضه في أماكن تانية موجودة في الكنيسة. بمناسبة وجودهم ويانا عايز أكلمكم النهاردة في كلمة قصيرة عن الموسيقى، الموسيقى والتسبيح. الموسيقى هي لغة في كل العالم، والله خلق للإنسان الحنجرة اللي هي الآلة الموسيقية الطبيعية في حياة الإنسان. كل واحد عندنا عنده آلة طبيعية، الحنجرة، والحنجرة بأحبال الصوت بتطلع نغمة الصوت بتاعة الإنسان، ونغمة الصوت دي فيها اختلافات كبيرة جدا بتصل إلى أن كل إنسان له نغمة صوت. صح بيقسموها مجموعات وبيقسموها مقامات وبيقسموها بحسب الموسيقى ل يعني تصنيفات كتيرة، لكن مفيش واحد صوته زي التاني 100%، لدرجة زي ما في بصمة الأصبع وبصمة الأصابع دي يختلف فيها كل البشر، في أيضا بصمة للصوت. يعني كلنا لو قلنا كلمة واحدة زي كلمة يو بالانجليزي معناها انت، لو كل واحد قالها تطلع وتترسم بطريقة مختلفة تماما عند كل انسان، فله بصمة. الموسيقى علم له قواعد ونظريات واسس، علم، وله ايضا تفريعات،
والموسيقى ايضا فن رقيق يعبر عن الشعور والاحاسيس، لدرجة ان الطفل وهو في بطن امه بيسمع موسيقى نبضات القلب قلبها، واحد الوسائل اللي بيتعرف عليها ان هي دي امه بين كل السيدات معرفته بنبضات القلب. وفي تجربة كده عملوها جميلة، خلوا شوية اطفال يلعبوا في مكان منور، وبعدين خلوا فيه اوض جنب المكان ده يقدر يستخبوا فيها، فاوضة منهم فيها صوت نبضات القلب، ومرة واحدة قطعوا النور فالاطفال خاف، فكلهم لجأوا للاوضة اللي فيها نبضات القلب اللي بتفكرهم بوجودهم لما كانوا اجنة في بطون امهاتهم. فالانسان بيتعرف على الموسيقى من صغره بل وهو جنين. فالموسيقى فن يعبر عن الشعور والاحاسيس عند الانسان. اذا كان الانسان يعبر عن فكره بالكلام فهو يعبر عن عواطفه بالفنون، واحد وسائل الفنون هي الموسيقى، ودي من اكتر الوسائل عند الانسان عبر تاريخه كله زي ما هشرح لكم بعد شوية. الموسيقى ليست علم وفن فقط، ولكنها ايضا لغة. لغة بتتكتب وبتتقرا وبتتسمع ولها حروف، واللغة ده هي زي ما انتم كنتوا شايفين الفريق ماسك النوتة وياه، كل واحد عضو في الفريق وعمال يقرأ النوتة بحسب ما يرشده المايسترو او قائد الفريق. ازاي بدأ الانسان يلتفت للموسيقى؟ في بداية نشأة الانسان ابتدى يستمع الى صوت الرياح والشجر والحيوانات باصواتها المتعددة، بقت قدامه حاجة عجيبة، وابتدى ياخد الاصوات ده هي يقلدها بحنجرته. يعني تلاقي في مثلا واحد يعمل صوت العصفورة او صوت الخروف او صوت الحيوانات بصفة عامة، وابتدت من هنا معرفة للانسان بانواع من الموسيقى في الطبيعة، وابتدى يقلدها بالآلة الموسيقية الطبيعية اللي هي الحنجرة. اول نوع من الموسيقى عرفه الانسان هو الصفارة، يصفر. معظمنا يعرف يصفر ببقه، صفر صفارة صغيرة او كبيرة او تقيلة او شديدة او عالية او ضعيفة، كيف ما تكون. بعد الصفارة ابتدى الانسان يعرف موسيقى التسقيف، يسقف. والتسقيف ده له اصوات كتيرة زي ما بنشوفها في فرق الكشافة، عندهم تسقيفات كده متعددة ومتنوعة. الشكل الثالث من الموسيقى لما ابتدى يخبط او ينقر بايده على اي سطح زي مثلا ترابيزة، فيبتدي يعمل موسيقى بمجرد انه يخبط بايديه كده في نقرات، والنقرات ده هي تبقى فيها شكل منتظم، تقوم تعمل شكل من الموسيقى زي ما واحد يقعد يطبل على الطبلة. كمان في نوع من الموسيقى ابتدى يعرفه الانسان، وانا بحكي لكم التطور، لما ابتدى يقف يخبط برجليه على الارض زي خطوة كده فرقة عسكرية ماشية، وهي ماشية بتخبط على الارض برجليها بالدب، وايديهم بتتحرك فبتطلع في الاخر شكل من اشكال الموسيقى. بعد هذه التطورات وصل الانسان انه بدأ يغني، ولقى الاغاني بصفة عامة
لقى الأغنية تعبر عن مشاعره وعن أحاسيسه. ومن هنا نشأت ثلاث أنواع من الموسيقى. أول نوع موسيقى الحزن، وأهم صفة في الموسيقى الحزن إنها بطيئة، رتمها بطيء. ومش الحزن يعني حاجة وحشة، الحزن يعني بتعبر عن مشاعر في داخل الإنسان إنها مشاعر هادئة للغاية. وابتدى الإنسان يميل لبعض هذه الموسيقات البطيئة علشان تعبر عن مشاعره وتديله فرصة للتأمل. جه النوع الثاني اللي هي موسيقى المرح، وهي موسيقى سريعة رتمها سريع. والرتم السريع ده زي ما بنشوف في أزماننا كل الحاجات تلاقيها سريعة بسرعة. النوع الثالث اللي هي موسيقى الإثارة، ومقصود بالإثارة يعني الموسيقى الحماسية زي الأناشيد الوطنية مثلا، زي الأغاني الوطنية اللي هي بتعد الإنسان لمثلا، كانت زمان تعد الإنسان إنه هيدخل حرب فيسموها موسيقى الإثارة. فحسب سرعة الموسيقى اتصنفت، وطبعا أنا مش بتكلم بطريقة تفصيلية، مجرد خطوط عريضة كده، أن من الموسيقى البطيئة إلى السريعة إلى الموسيقى الإثارة، وكل موسيقى من دول بتعبر عن طبيعة من مشاعر الإنسان في حياته اليومية. يا ترى الكتاب المقدس فيه موسيقى؟ أقول لك طبعا فيه موسيقى، ده فيه سفر كامل اسمه سفر المزامير، متسمى على آلة موسيقية. وفي سفر كامل بنسميه Song of Songs، أغنية الأغاني، بس لما تترجم في الكتاب سميناه نشيد الأناشيد. وتين كلمة نشيد الأناشيد يعني أفضل نشيد عمله سليمان الحكيم، لأنه عمل أو ألف أو وضع 1005 نشيد، ده أفضل. أول الموسيقيين في الكتاب المقدس هو يوبال، ويسميه كتاب في سفر التكوين أب لكل ضارب بالعود والقيصارة، يعني ده أول واحد، ده من نسل قايين. واللي وياه توبال، وتوبال كان حداد، تعرفين الحداد اللي بيشتغل بالحديد والنحاس، فده ابتدى يعمل ما يشبه آلات الحديد والنحاس زي آلات النفخ الكبيرة اللي بنشوفها أو نسمعها. طب برضو الموسيقى لم تقتصر على الرجال، توجد إنسانة موسيقية بالدرجة الأولى في الكتاب المقدس ونتذكرها في كل يوم، اللي هي مريم النبية أخت هارون وأخت موسى. وأخذت مريم النبية الدف بيديها وابتدت تقول ترنيمة طويلة خالص. من عظمة هذه الترنيمة تأخذها الكنيسة وتصلي بها كل يوم فيما نسميه نحن الهوس الأول أو التسبحة الأولى. فكأن مريم النبية لما قالت ترنيمة العبور والانتصار، وده نشيد يصلح في كل زمان وممكن أن نسميه نشيد الخلاص، لما مريم النبية ابتدت ترنم، رنمت وهي ماسكة آلة موسيقية. ومش بس كده، ده رنمت وهي ماسكة آلة موسيقية وتقود وراءها زي فريق كبير بيرنم وراها. ونفس ما ذكر في سفر الخروج إصحاح 15
هو ده اللي احنا بنصليه كل يوم في التسبحة في الهوس الاول. طيب كمان من الموسيقيين المشهورين في الكتاب المقدس داود النبي، ونسميه الاسم الجميل مرنم اسرائيل الحلو، ده اسم في الكتاب، اللقب بتاعه، زي ما بتعملوا كده لفريق موسيقى نسميه باسم. الكتاب بيسمي داود النبي مرنم اسرائيل الحلو، ده في سفر صموئيل الثاني 23:1. ونسمع عن غير دول طبعا زي اساف وفرقته واسماء اخرى كانوا موسيقيين في الكتاب المقدس. طب كانوا بيمسكوا ايه ادوات الموسيقى؟ اشهر آلة كانوا يستخدموها آلة الدف اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. وآلة الدف دهيت المعدن اللي بتعطي الصوت الجميل، بتمثل الشفتين للإنسان. يعني طول ما انت شايف الدف وهو بيرنم وبيطلع ايقاعات، لان احنا بنسميها دي آلات الايقاع، بيطلع نغم، هو بيمثل او بنقلد الشفتين عند الانسان. انت بتتكلم او بتغني بترنم، شفتيك بيعملوا مجموعة من الحركات بتعبر عن الكلمات اللي بتقولها. فدي آلة قديمة جدا وما زالت الكنيسة تحتفظ بيها وتنتج الموسيقى الكنسية، زي بالضبط آلة المثلث. المثلث معدن وله العود اللي بيتضرب بيه، وحتى وانت بتستخدم آلة المثلث هي تعبير عقيدي عن ايماننا بالثالوث الواحد، او زي ما بنقول في بعض التسابيح في عصوم الرسل، ثالوث في واحد وواحد في ثالوث، الاب والابن والروح القدس. فالتعبير ده حتى الآلة الموسيقية تعبر عن الايمان بطريقة بسيطة لكل انسان كوسيلة تعليمية. من الآلات اللي كانت تستخدم أيضا في العبادات الموسيقية القديمة العود، كلنا عارفين العود كآلة شرقية، والقيصارة، وطبعا أشهر من كده المزمار والناي اللي تم على أساسهم مزامير داود باعتباره كالراعي وكان بيستخدم هذه الآلات، ولذلك سمي سفر المزامير. لما تقرا وياي في المزمور 147 يقول لك كده: لإلهنا يلذ التسبيح. أرجوك تاخد بالك من كده، لإلهنا يلذ التسبيح. يعني واحنا بنكلم ربنا ممكن نكلمه كلام عام، لكن لأننا بنحب الله ونخاطبه بنجعل الكلمات التي نقولها فيها نغم، وهذا نسميه التسبيح. أول ترنيمة في الكتاب المقدس ترنيمة مريم النبية اللي هي الهوس الأول. وأشهر ترنيمة طويلة زي ما قلت لكم نشيد الأناشيد اللي هو نشيد المحبة، السفر كله نشيد واحد. وفي العهد الجديد عندنا ترنيمة مشهورة خالص، ترنيمة العذراء، تسبح نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، ودي ترنيمة شكر، وطبعا فيها احساس وطلب بالخلاص. اما السفر الذي يمتلئ بالتسابيح ولإلهنا يلذ التسبيح فهو سفر الرؤيا، السفر الاخير.
وعايزك تتخيل وياي كده، كان الفريق اللي واقف مكون من 20-30-40 شخص. تصور الفريق ده بقى 300، طب تصور الفريق ده بقى 3000، وافضل زود كده. السماء بهذه الصورة كلها ممتلئة بالتسابيح، والجميع يسبح فرحة الوجود في السماء لإلهنا يلذ التسبيح. وبالطريقة دهيت كنيستنا في تاريخها تمتاز بهذه الموسيقى الكنسية. بس كمان الجميل فيها أن بعض الألحان وبعض التسابيح تأخذ الموسيقى فيها من أيام الفراعنة، الموسيقى المصرية القديمة. يعني على سبيل المثال لحن غلغوسة اللي بنقوله في صلاة الساعة الثانية عشر يوم الجمعة الكبيرة. لحن غلغوسة كلماته طبعا بتتكلم عن يوسف ونقديموس والمسيح الذي مات على عود الصليب، لكن الموسيقى اللي في اللحن فيها جزء كبير من الموسيقى القديمة الجنائزية. ويقال ان بعض هذه الموسيقى هي التي استخدمت في وفاة خوفو، الهرم الاول بنسميه هرم خوفو، والهرم كلمة هرم معناها مقبرة، مقبرة. فالصلوات الجنائزية كانت عند المصريين القدماء صلوات طويلة جدا وفيها موسيقى بطيئة جدا. من هذه الموسيقى أخذت بعضها في بعض الألحان القليلة وما زال محتفظ بها في الكنيسة. لكن أشهر كلمة موسيقية بنستخدمها في صلواتنا وتسبحنا كلمة الليلويا، الليلويا سبحوا لله. والكلمة دي نقولها في أول المزامير أو في آخر المزامير نختم بيها. وعندنا مجموعة من المزامير بنسميها مزامير الهليل، الهليل هي هللويا من 112-118. والكلمة دي تقريبا كلمة واحدة بنطقها في كل لغات العالم أو معظم لغات العالم، هللويا. وكلمة الليلويا تعني إنسان الفرح. يعني أنت لما بتحضر الكنيسة وبتشترك في الصلوات وفي الألحان وفي النغمات وفي التسابيح وفي الترانيم وتتكرر كلمة الليلويا حتى تصير أنت كإنسان الليلويا. وكلمة إنسان الليلويا يعني إنسان الفرح، تكون إنسان مفرح، يكون وجودك وجود فرح، تكون حياتك كلها مليئة بالفرح، قلبك مليان بالفرح. وهنا يا إخوتي تظهر قيمة التسبيح أنه الوسيلة الأولى لكي ما يمتلئ الإنسان بالفرح. وعايزك تعرف كده معلومة جانبية، أن إذا امتلكت فرح حقيقي في قلبك امتلكت وقاية كاملة ضد كل الأمراض النفسية، أمراض الاكتئاب والقلق والهم، كل الأمور دهيت. إذا امتلكت في شخصك إنسان الفرح تخرج ويبقى عندك وقاية أو تحصين ضد كل ما هو أتعاب نفسية أو ما يماثله. اسمع كده أغسطينوس بيقول ايه: لنبتهج بالصوت كما بالايادي ايضا. الابتهاج بالصوت علامة فرح، كما ان الابتهاج بالايادي علامة نشاط. هقولها تاني: لنبتهج بالصوت كما بالايادي ايضا. كانوا زمان بيسقفوا اثناء الترنيم. فبيقول الابتهاج بالصوت يعني التسبيح علامة فرح، كما أن الابتهاج بالأيادي علامة نشاط.
ماذا تصنع الموسيقى في الإنسان؟ الموسيقى غذاء للروح. تلاقي الواحد كده هو مبسوط يضل يرتل ترنيمة أو يقول مقطع من تسبيحة أو لحن. الموسيقى شفاء للنفس، النفس التعبانة لو يسمع موسيقى كده هادئة ممكن تريحه. الموسيقى ملهمة للفنان، يعني الموسيقى بترقي شعور الإنسان. الموسيقى مفككة للأحزان، عشان كده زي ما بقول لكم كانت التراتيل الجنائزية يصحبها موسيقى عشان تفك الحزن اللي امتلك الإنسان. الموسيقى محركة للشعور، تخلي الإنسان عنده كده دفعة في الشعور، تخلي مشاعره حاضرة. والموسيقى مهدئة للأعصاب، والموسيقى مقوية للعزيمة زي الموسيقى الحماسية، والموسيقى مبعدة للهزيمة. يعني تخلي دايما عند الإنسان إحساس بالنصرة. والموسيقى علاج للأمراض، في طائفة من الأمراض ممكن تتعالج بالموسيقى. الموسيقى أيضا محفزة للحياة السماوية، بتشجع الإنسان على الارتقاء في مشاعره والنظر إلى السماء. آخر حاجة عايز أقولها لك، استفيد ببعض التدريب في الموسيقى. مثلا صلي مزاميرك بنغم، ما تكرش كده المزامير على طول، ده ممكن تقول مزمور واحد أكتر من 10 مزامير وقوله بنغم وفهم ووعظ وموسيقى. تدريب تاني، احفظ بعض الألحان وخليها دايما حاضرة في ذهنك. وعلموا لكم وبناتكم في صغرهم انهم كيف يلتقطوا من ألحان وتسابيح وترانيم وتراتيل الكنيسة. لما يطلع ويكبر عمره ما هيحس بان الالحان العالمية الاغاني العالمية ذات طعم، ده هو كل ما يتملأ ويتشحن بالالحان والاغاني الروحية كل ما يلاقي نفسه ملوش اي ميل للاغاني اللي موجودة في العالم. كمان حاول انك تدرس معاني الالحان والتسابيح. صح بنصلي بالقبطي عشان في ألحان كتيرة مضبوطة على الكلمات القبطية اللغة القبطية، لكن لما تعرف ترجمتها بالعربي بلا شك هتفيدك وتكون مساعدة ليك. كنيستنا فيها زخم من الألحان الطويلة والقصيرة والتسابيح المعزية، وكلنا احنا في شعب الكنيسة القبطية كلنا بنحب ليالي كياك، وليالي كياك بتسبحها كلها بمعانيها بشخصية امنا العذراء فيها، كلنا كشعب بنحبها برغم قسوة الجو ساعتها والبرد والليل الطويل، لكن التسبيح بيدينا نوع من الفرحة. ايضا الترانيم، وبالذات الترانيم اللي معانيها في الكتاب المقدس ومأخوذة من كلمات الكتاب المقدس، ايضا احفظ منها وخليها دايما في ودنك وجوه البيت. تعلم لغة السماء وتعلم بالتسبيح والشياقات السماوية. وكل ما الانسان عاش جوه الجو الروحي ده كل ما كان اشتياقه للسماء اشتياق كبير. بنقول سبحوا الله في قديسيه وكل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا. كل نسمة، كل نفس، كل إحساس، كل نبضة قلب إزاي تعبر عن اشتياقها للسماء وفرحتها بالسماء. الموسيقى يمكن أن ترقي الإحساس وتدفع الإنسان إلى التوبة.
لان كل ما الانسان احساسه يترقى ويرتفع ويوصل للسماء يشعر في داخله ان الخطيه ملهاش مكان، فيحاول يطرد الخطيه من خلال التوبه. فالموسيقى تساعدك، الموسيقى في الالحان في التسابيح في الترانيم تساعدك على ان تطرد الخطيه من حياتك. كل نسمه فلتسبح اسم الرب الهنا. شارك وتعلم واحفظ وارتبط وافهم ورنم بالموسيقى اللي ممكن تكون صلوات مرفوعه زي ما سمعنا عن ابائنا القديسين في صلواتهم الكثيره. يعطينا مسيحنا ان تكون حياتنا برقه الموسيقى ورقه الحنا وتسبحنا، نعيش فيها ليل نهار لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والابد. من دينوش بارين قائم مجهو بن شايد الرب ليسوس مون مهم في عروم عربك نين تكيرين او انصفتم بك لا صديق.